شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي. بعد قليل. بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. وإيد على إيد نبني مصر من جديد مع العلم والعلماء. نلتقي البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري، الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي، ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية، ملفات ساخنة، موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. المهتمين والمنشغلين بالبحث العلمي وكل ما هو جديد من المجالات العلمية المختلفة التي يتقدم بها الباحثون والعلماء من أجل تنمية هذه البلدة يوما بعد يوم. مشاهدينا، بتثبت أرض مصر أنها تربة خصبة للنابغين والعمالقة من أبنائها الذين تخصصوا في مجالات علمية كثيرة واستطاعوا أن يثبتوا وجودهم في تلك المجالات. نحن من خلال هذا اللقاء والموعد المتجدد معكم كل يوم ثلاثاء على قناة القاهرة من خلال علماء من بلدي، بنلقاكم وعقلية مصرية تتسم بالموضوعية والجدية، نبت من أرض مصر الطيبة وتخصص في أحد فروع العلوم الطبية واستدل بمناهج البحث العلمية ليكون من القلائل في مجال العلاج بالميزوثيرابي، أي العلاج التجميلي الطبي الغير جراحي. استطاع عالمنا من خلال الدراسة في مجال علم الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم وأمراض الذكورة أن يحصل على درجة الدكتوراه الثانية في مجال العلاج بالليزر. نلقاكم مشاهدينا والعالم المتميز الأستاذ الدكتور مهند عبد الجواد إبراهيم، اختصاصي الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بالمستشفيات الجامعية، استشاري العلاج بالليزر وتجميل البشرة، خبير علاج السمنة والنحافة والعلاج بالميزو ثيرابي. نلقاكم بعد الفاصل. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوه دمه دمنا، يبقى واحد مننا، ايوه واحد مننا. مصر ايه غير الاصاله والعلوم الطيبين، مصر ايه تبني
بنعود معكم مرة أخرى مشاهدينا، وبنبدأ بالترحيب بضيفنا وضيفكم الليلة من خلال علماء من بلدي، العالم المتميز الأستاذ الدكتور مهند عبد الجواد إبراهيم، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة. مساء الخير دكتور مهند، وأهلا بك معنا ومع كل مشاهديك. دكتور مهند، يمكن النهاردة يعني لقائنا هيكون ثري وله طابع خاص، وخاصة يعني أن هناك كثيرين من السادة المشاهدين لديهم الكثير من المشاكل الخاصة بتخصصكم العلمي، ولكن يعني بداية خلينا نبدأ مع البداية والنشأة والعوامل التي أثمرت في تكوين هذه الشخصية العلمية الثرية. يعني والله الاتجاه للطب في حد ذاته كان من باب العلم، كان دي رغبة ليا من زمان من غير ما حتى أهلي يقولوا عليها كده، كان رغبة في الطب وبالذات هذا الفرع من الطب، الأمراض الجلدية والتناسلية من صغري، وأنا كنت أتمنى دي جدا. كان أساتذتي ناس كبار كنت أعرفهم في البلد اللي أنا عايش فيها، كنت أرى فيهم نوع من الوجاهة العلمية الطيبة والإثراء العلمي الجميل اللي خلى الواحد يقتدي بيهم. عشان كده انا حبيت الطب وحبيت بالذات الجلديه والتناسليه بسبب الجو اللي حواليا من ناحيه اهلي او اساتذتي في الكليه بعد كده. نعم. اللي متخصص في هذا المجال من الطب. نعم. طب بالنسبه للتخصص في العلاج بالميزو ثيرابي اللي هو العلاج التكميلي التجميلي الطبي بدون تدخل جراحي، يعني حضرتك من الأطباء المتخصصون في هذا المجال والمتميزون أيضا به، لما يعني تم هذا الاختيار تحديدا؟ هو الميزوثيرابي عامة معناه باللغة العربية العلاج بالحقن في الجلد، بدل ما ناخد علاج عن طريق الفم أو عن طريق الحقن الإبر وجزء يفقد وجزء يستفاد منه، فاحنا بندخل المادة الفعالة مباشرة في الجلد او فروه الراس عشان توصل للخليه اللي احنا عاوزينها بالظبط فتؤدي المفعول. يعني مثلا ندخل بعض الفيتامينز ومضادات الاكسده والفيتامينات بندخلها على الجدر الشعري مباشره عن طريق الحقن في جلد الراس، او بندخل مثلا عوامل معينه بتحسن الدوره الدمويه عشان تنشط بصيله الشعر وتحسنها برضو، بالتالي في الوجه مثلا في اثار مثلا الوجه او تنضير البشره او علاج الاثار او تفتحها، بنحقن الماده المراد حقنها مباشره الخليه اللي احنا عاوزين مثلا تزيد فيها، مثلا تفتيح البشره بنحقن ماده معينه تهبط انتاج صبغه الميلانين في الجلد عشان شباب البشره تفتح احسن وتبقى افضل معانا، تنضير البشره بنحقن ماده معينه تنبه الكولاجين عشان الكولاجين ده هو الماده الفعاله اللي بتنضر البشره وتمنع التجاعيد، في مثلا في علاج الاثار الجروح بنحقن مثلا مواد زي مثلا خلايا جذعيه، ودلوقتي بحاجه جديده اسمها بروتين الخلايا الجذعيه كمان، بنعملها عن طريق الحقن السطحي المباشر وعن طريق الدهان عن طريق حاجه اسمها ديرما رولر او ديرما بن اللي هو جهاز بنعمل نغز في الجلد كده وبندهن الماده وندخلها عن طريق النغز داخل الجلد عشان تدخل تنبه الخلايا اللي هي الضعيفه فتكبر حجمها وتملى الفراغ اللي موجود مثلا اثر اللي هو المنخفض فتملاه فتحسن اثار ما بعد مثلا حب شاب او اثار الجروح او اثار العمليات الجراحيه. يعني العلاج من خلال او بالميزو الحقن في الجلد بالميزو ثيرابي اللي هو الحقن عن طريق الجلد مباشره بدون استخدام او اللجوء الى جراح او تناول عقاقير طبيه معينه، ده بيستخدم في مجالات كثيره. ممكن نستخدم بالجلد العقاقير ممكن مساعد معنا، لكن الاساس بنحي مثلا ماده عشان ندخلها على طول على التارجت احنا عاوزينه. يعني تقصد المكان المحدد. المحدد. الطريقة العلاجية دي ممكن تاخد مدة أقصر من الجراحة أو عن طريق التناول عقاقير طبية. أقصر فعالية. وأكثر فعالية. بنحن مثلاً الجلسات معظم الجلسات مثلاً بتبقى كل أسبوع أو كل أسبوعين مثلاً، يعني فتقوم مثلاً 4 جلسات 6 جلسات 8 جلسات خلال شهرين 3 أشهر بنحقق اللي إحنا عاوزينه بمساعدة بعض العقاقير عن طريق الفم أو العلاج الدهان الموضعي أو الحقن في بعض الأحيان، ولكن معظم العلاج والأساسي بيبقى عن طريق الحقن المباشر عشان نحقق التارجت بتاعنا مباشرة بدون تدخل النتيجة المطلوبة. يعني غالبية الحالات بتلجأوا إلى هذه الطريقة، ولا هناك حالات يعني لا يستحب إن أنا يعني أستخدم هذا الأسلوب الجديد أو العلاجي؟ ده في حالات لا يستحب وفي حالات ممنوعة تستعمل فيها هذه الأعمال. يعني مثلا بعض الأفراد اللي عندهم لا قدر الله الأمراض السرطانية، الأفراد عندهم مثلا سكر عالي شوية، أمراض عندهم مثلا سيولة في الدم،
ما ينفعش حقن فيهم، لازم يكون عندنا امانه علميه، مش اي مريض يدخل كده عندنا نعمل له على طول. مثلا ناس عند حقن الميزوثيرابي للتخسيس مثلا حرق الدهون، ما ينفعش مثلا واحد يكون سمين قوي اوفر البي ام اي اللي هو البودي ماس اندكس بتاعه عالي جدا ونعمل له حقن موضعي، لازم يخسش اول بنظام ريجيم عادي وبعدين تبتدي نحقن في المناطق اللي هي مش راضيه تنزل بالعلاج المعتاد. ففي احتياطات معينه، مثلا البشره ما ينفعش مثلا تكون بشره ملتهبه او في جروح ونحن فيها، لازم تكون تماما سليمه صحيه عشان نحن فيها ما حصلش مشاكل بعدها. يعني الميزوثيرابي ده له قواعد وشروط، يعني له قواعد وشروط، وايضا يعني كافه الحالات اللي حضرتك ذكرتها يعني كثيره ومتعدده، ومن ضمنها ايضا السمنه، يعني علاج الحروق، علاج بعض المناطق الداكنه في البشره، علاج التجاعيد، علاج برضو السمنه والنحافه والدهون. والدهون شفت الدهون دلوقتي يعني ده الافضل. في بقى يعني ستيج معينه، يعني مثلا اللي هو وزنه معقول كويس ما يكونش مليان قوي، وباقي مثلا حاجات معينه في جسمه مش راضي تنزل بالعلاج المعتاد نحقنها، نلجا للميزوثيرابي. لكن سحب الدهون بالليزر وكده دي مرحله اللي هي الناس الاوفر شويه في الوزن اللي هي من 100 ل 140 150، فوق ال 140 150 يبقى نلجا لجراحات الشفط بقى، جراحات كبيره اللي هي تكميم معده او تحويل مسار، ديت بقى علاج طبعا تخصص تاني اسمها جراحات اللي هي السمنه، وده تخصص طبعا جراحات التجميل، ولكن طبعا خاضعه لقواعد طبعا يعني معينه والتاريخ المرضي لدى المريض او تحليل معين بتعمل مهم طبعا واجراء بعض التحاليل. الاستاذ الدكتور مهند عبد الجواد، يمكن يعني حضرتك انفردت ببحث عن مرض البهاق والعناصر القادره في احداث هذا المرض. عايزين نتكلم عن يعني هذا المرض وايه العوامل اللي قد تؤدي الى هذه النتيجه. هو طبعا مرض البهاء هو مرض الى حد ما جيني شويه او في وراثه شويه، بيتحكم فيه العوامل الوراثيه، ممكن يتحكم فيه العوامل النفسيه، ممكن عوامل مناعيه في جلد الانسان، ممكن ضعف التغذيه وبعض الانواع المتغذيه. لذلك دايما لما نيجي نعالج البهاء له البهاء انواع كتيره جدا منه، في انواع بتعالج بسرعه جدا وانواع بتاخر معانا وانواع بيبقى علاجها صعب جدا، بنرجع في الاخر الى التفتيح العام بقى للجسم، نعمل العكس لما يكون باقي حته معينه مش هتفتح خالص. لكن ديت حاجه نادره شويه، لكن معظم الحالات بتعالج دلوقتي في حالات دلوقتي جراحيه بنعملها ساعات في العياده عندنا، جراحيه بسيطه يعني بعد العلاج اللي عن طريق الفم او عن طريق الحقن وكده. فدايما بيبقى في عناصر معينه بالابحاث العلميه لانه فيها بعض عناصر بيسموها التريس اليمنتس، عناصر هي نادرة موجودة في جسم الإنسان بتبقى ناقصة شوية في جلد البهاء، فبنديها كمكمل غذائي عشان تحسن معنا، زي حاجة اسمها القبر اللي هو النحاس. لأن بالأبحاث العلمية والبحث بتاعي كان فيه نقص، لقينا فيه نقص في النحاس في بعض الخلايا اللي فيها نقص في صفحة شوية، وحديثا لقينا كمان نقص في حاجة اسمها السيلينيوم. البهاء ده دكتور كده يعني خلل في خلايا الخلايا الصبغية عند الإنسان، خلل مناعي، خلل مناعي مش ضعف مناعي، مش ضعف، لا لا، خلل خلل مناعي في الخلايا الصبغية، فمش قادر تنتج الايه الميلانين. فطبعا بيحصل البهاء اللي صبغ خلاص في الجلد طبعا، لكن مش وراثي، مش الوراثه بتتحكم في جزء منه، مش هو مش كل حاجه بنسبه، الاكثر هم شيوعا او يعني الى حد ما يعني الوراثه بتناسب بنسبه كبيره فيه، فوق النص يعني فوق 50%، لكن اللي هو فيه عوامل كتيره بتتحكم فيه، ممكن وراثي، ممكن نظام مناعي مناعي، ممكن حاله نفسيه جامده جدا اثرت بعض الناس، خصوصا كمان بيحصل البهاء كمان وفي شعيرات الراس، ساعات الشعر بيض، بعض الحاجات النفسيه الجامده شويه بتاثر على المدى الطويل طبعا بعض الناس مش كلها يعني. فلقينا في عوامل كتيره قوي من ضمنها العناصر الموجوده في الجلد نفسها اللي بتحفز صبغه الميلانين، فلقينا القبر والسيلينيوم من اكثر العناصر اللي قبل بنستعملها كمكمل غذائي مع مريض البهاء مع العلاجات الاخرى بتحسن لنا نتيجة العلاج مع البهاء. نعم، طيب من خلال الأبحاث العلمية ومن خلال البحث يعني الذي تقدمتم به حول هذا المرض، هل هناك يعني بارقة أمل بالنسبة لمرضى البهاق في يعني نتائج أو سرعة العلاج؟ لأن يعني لا الحمد لله دلوقتي في تقدم كتير قوي دلوقتي، يعني دلوقتي بين غير العلاج المعتاد بين نحن حقن موضعي في بعض بالميزوثيرابي برضه؟ بالميزوثيرابي عن طريق الميزوثيرابي، بس المواد بقى علميه، مواد علاجيه مش مواد تجميليه، بنحينا عشان ننبه صبغه الجلد ونحفزها، يعني في بعض مثلا انواع البهاء مثلا اللي هي البقع الصغيره شويه
نحن على الاطراف مواد معينه كده بتنشط صبغه الجلد ندخل جوه. ساعات بنعمل زرع خلايا او زرع جلد، ناخد جلد سليم هو حجم زيه بالظبط من الجلد المصاب، نشيله ونحط جلد سليم مكانه فتنشر الصبغه حواليها باجراءات يعني. وفي يعني عمليه تنبيه الصبغه عن طريق بنعمل عمليه تكوين زي فقاعه معينه في الجلد بتنبه الصبغه، وناخدها ونزرعها على الجلد المصاب برضه بتاع البهاق. يعني في كذا طريقه جراحيه، بس جراحيه بسيطه ممكن نعملها في العيادات مع شويه امكانيات في العياده الخاصه. والتكلفه بتكون يعني طبعا مكلفه شويه ولا لحد ما مكلفة يعني بالنسبة والله للمريض. يعني معقوله بالنسبه للنتيجه بتاعتها، مش غاليه قوي. معقوله يعني في مؤتمر معظم الناس. حضرتك يعني لكم العديد من الابحاث العلميه في مجال تخصصكم، ومن ضمنها يعني بحث برضو هام جدا عايزه انتقل اليه، وهو حول تقييم العناصر البيوكيميائيه بالسائل المنوي في الرجال الطبيعيين. يعني اللي بيعملوا العقم نفسهم. نعم. هو في بعض العناصر وجدناها بتبقى ساعات ناقصه شويه في السائل المنوي، ودي عناصر كيميائيه، حاجه اسمها الانجيوتنسين، وحاجه اسمها الفازو اكتيف انتستينال بيبتايد، حاجه ده وعامل الكبد النمو وكده. دي بعض لان العوامل دي بتبقى ناقصه شويه في السائل المنوي الى حد ما، ولذلك ساعات بنديها عن طريق علاج بيساعدنا في تقييم وتحسين حركه الحيوان المنوي نفسه. نعم. وعن طريق زياده عدده وقدرته على التخصيب البويضه في المراه، ودي بتبقى عوامل مهمه طبعا لقيناها في البحث العلمي عن طريق البحث العلمي في البايو كيمستري زي ما بقول، نعمل ابحاث كتيره فهي نقص في الحاجات ديت، فلما اديناها بقى يتحسن السائل المنوي ويتحسن علاج العقم عند الرجال. نعم. طيب هل يعني الاسلوب الغذائي السليم او نوعيه معينه من الغذاء تكون صحيه، والوجبه اللي بيحصل عليها سواء يعني كان الرجل او الانثى مكتمله العناصر ممكن تؤدي الى تحسين الخصوبه؟ طبعا مهم، او دايما نقول الغذاء يعني هو المفتاح معنا في كل الحالات، حالات الجلديه وتساقط الشعر، البشره البهتانه، الضعف عند الرجال الجنسي او العقم عدم الانجاب. دايما الغذاء المركز في الخضروات والفاكهه، حتى الفريش، العسل، النحل، الحاجات الالبان، اللحوم بجرعات مظبوطه يعني. البعد عن الاكل كتير المحفوظ والاكل المواد الحافظه كتيره والمياه الغازيه، والمياه الغازيه كتيره والمشروبات برضه العصائر المحفوظه. ايوه طبعا، عشان الفريش، العصائر الفريش احسن كتير طبعا لا شك. دي كلها بتعمل مشاكل كتير قوي على المدى الطويل، ويعني في ابحاث عملت الحديث عن بعض حاجات بدون ذكر اسامي يعني، لان المواد الحافظه فيها بتؤدي ساعات للعقم بتتعمل عند الرجاله مش عارفينها، مش واخدين بالهم. وبعض المشروبات وللاسف بتدور على نطاق كبير جدا في مش في مصر بس، في معظم العالم يعني. واصبحت دلوقتي في محاربه علميه عن طريق النت، عن طريق الجهاز العلمي المتخصص في تنبيه الناس عن مخاطر هذه المأكولات وهذه المشروبات. ده حقيقي في الاونه الاخيره يعني، في الكثير من الحملات من جانب الاعلام عموما سواء كان المسموع او الصحه العالميه في الحديات المقروء والمرئي، حول أهمية مثل هذه الأمور على الصحة العامة. نسبة العقم حاليا لدى الرجال والنساء أيضا لو قرنت بالسنوات الماضية مع أخذ في الاعتبار المدنية والحداثة التي نحياها يعني في هذا العصر وما لها من تأثيرات، وأيضا التلوث البيئي، كل هذه العوامل زادت من نسبة العقم أم النسبة كما هي في السنوات الماضية أم قلت أم زادت؟ لا هي زادت، بس العلم الحديث برضو زاد في علاجها. يعني في العلاج بقى أحدث دلوقتي، بس فعلا أسباب العقم زادت قوي عن زمان، طبيعة الأكل والحياة اللي عايشينها وتلوث الهواء والمياه، تلوث حتى في الغذاء للأسف بعض الحاجات دي كلها أدت للعقم بصفة أكبر شوية، والضعف الجنسي كذلك، طبعا الجنسي غير العقم طبعا، دي حاجة ودي حاجة. فلقينا عوامل البيئه بقت شبه اساسيه في احداث هذه الامراض. نعم. ولكن طبعا العلم الحديث قابلها برضو تطور كويس جدا دلوقتي يعني ممكن نقول كلمه ما فيش دلوقتي حد عنده عقم، بسبب ان العلم الحديث تطور جدا في علاج الانجاب والخلفه عن طريق الحقن المجهري وما شابه، بقى اصبح في تقدم كويس قوي. ولكن يعني نعم في نسبه فشل بس معظمها بتنجح. في بعض الناس يعني بيتخوفوا من هذه الجزئيه وبيربطوها بناحيه دينيه.
لا، هي من ناحية احنا سألنا علمائنا وأساتذتنا كبار في الأزهر وخلافه، ما فيهاش مشكلة خالص طالما هي في تأكيد من ناحية الرجل والمرأة وفي رغبة منهم بالظبط، لأن وفي هو أمانة في أخذ العينات وحدي، ما فيش مشكلة خالص يعني إن من شاء الله يعني. الزوج ومن الزوجة، هو مش زي في الخارج إن في بنوك للحيوانات المنوية، لا الأمر مختلف تماما، وهذا ينهى عنه الشارع والدين. دي عندنا إن في التزام في الحاجات ديت في مصر، في كل مراكز مصر بدون استثناء يعني، الحمد لله في أمانة في الناحية دي من ناحية يعني الأطباء نفسهم. هناك بارقة أمل بالفعل لمن لم تنجب أو يعني لديها بعض المشاكل الطبية البسيطة التي قد تحل من خلال التدخل الطبي والعلاجي، ولا في بعض للجال. الأمور بتكون منتهية ومحسومة؟ طبعا في حاجة منتهية، بس يعني أنا عايزة أركز معاك في هذه الجزئية، لأن الناس اللي متابعينا وخاصة في هذا الموضوع لابد ان هم يلجأوا الى الطبيب المختص. يعني في بعض المراكز لا داعي لذكر اسمائها من خلال بعض القنوات الغريبة الهوية الدجالين وبعض الدجالين وللأسف الشديد يعني الدجالين دي خلينا نحط اكتر من خط احمر حول هذا الموضوع، وبيؤدي الامر في النهاية ان الست ممكن تكون بتنجب من هذا الدجال للاسف. للاسف مع الاسف الشديد يعني، فكل هذه الامور يعني يجب ان احنا نعيها ويجب ان احنا نرفضها ايضا طبعاً. ويجب ان احنا نلجا لمتخصص طبعا. ده ما عندوش علم، واحد بيعالج بشويه اعشاب من غير معلومه المصدر، بيعالج بشويه ارهاصات مش معلومه حتى الكلام مش مفهوم تمام، ما كانتش بقت في مشاكل. مشاكل يعني لو كانت الامور بتحل كلها بهذه البساطه طبعا. لا طبعا ده لازم، ولازم الدوله طبعا ما كانش بقى في بحث علمي، ما كانش في اطباء، وما كانش في دكاتره ومتخصصين في مجالات كثيره، ولازم في رقابه يعني عاليه شويه على الناس دي شويه، لان ساعات بتسيء اكتر للعلم وللدين للاسف في نفس الوقت. مع الاسف مع الاسف. لكن طبعا بعدين طبعا هم يعني الماده السريه بالنسبه لهم او الاشخاص اللي بيلجأوا اليهم هم الاشخاص اللي ليس لديهم يعني ثقافه الجهلاء معظمهم والاميين البسطاء، اهالينا البسطاء، واللي هم يعني بيحاولوا ان هم يتشبثوا باخر امل. يبقى ناس مع الاسف يعني ناس طيبين جدا بس مش واخدين يعني مش قادرين يدركوا الامر ان العمليه مش عمليه كده، عمليه علم وبحث ودراسه وعمليات وتلقيح، هذه كلها ده بنفسنا عمرنا في الحياه ديت. للاسف في ناس للاسف بياخدوها كده عشان المكسب ويضحكوا على الناس للاسف، وناس جوزك بالذات طيبين، وفي مصر عندنا ناس طيبه كتير قوي، كتير ناس طيبه كتير، فده للاسف يعني فده من قدام طلب وزاره الصحه بنوجههم يعني وبنلفت نظرهم لمثل هذه الامور، ويجب ان يتم اللجوء للطبيب المختص. يعني بلاش ان احنا نروح لاي دجال او مشعوذ او نجري وراء اعلان اعشاب صح. وبعض بيحصل ساعات مشاكل منها كبيره جدا بتؤدي الى كوارث اكثر يعني من العلاج مع الاسف الشديد. العالم المتميز الاستاذ الدكتور مهند عبد الجواد ابراهيم، اسمح لنا ان احنا نخرج فاصل ثم نعود ونتواصل معكم مره اخرى وعلماء من بلدي. بنزرع بنتعب بنبني ونعلم، وكل يوم بنرفع اسم بلدنا.
تعالوا نكمل نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر. مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا. مصر بتتقدم كل يوم بينا. علماء من بلدي، القناة الثالثة، قناة القاهرة، تردد 11/22/7 أفقي نايل سات. مخرجة هنا في الثالثة. بنعود معكم مرة تانية، ودايما بنكرر وبنؤكد أنه بالعلم وبالعلماء وبكم أيضا مشاهدينا تتقدم مصر إلى الأمام. بنعود مع ضيفنا وضيفكم العالم المتميز الأستاذ الدكتور مهند عبد الجواد، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة. كنا متوقفين عند أن البحث العلمي والأبحاث لم تترك أي شيء إلا وتطرقت إليه في هذا المجال الذي نتحدث عنه تحديدا، وهو العقم، وإن أصبح بالفعل ومن خلال البحث العلمي ومن خلال العلم بارقة أمل جديدة لكل إنسان يعاني من العقم. طيب، في جزئية برضو مهمة لابد ان احنا نتطرق اليها قبل ما ننتقل لنقطة اخرى معكم دكتور مهند، وهي عن امراض الذكورة والضعف الجنسي لدى الشباب يعني وصغار السن. ما السبب في ارتفاع هذه النسبة حاليا؟ هو حاليا في اسباب كتيرة جدا لها، بس من الاسباب الشائعة دلوقتي هي برضو النظام الاكل بتاعنا، النظام الغذائي. دي مهم جدا دلوقتي، بقى منتشره جدا. الاكل اللي فيه الكيميكالز كتير، كيماويات، والحاجات دي كلها بتاثر على كفاءه العضو الذكري وعلى الاعصاب نفسها في الانتصاب. لقينا طبعا ان في ضعف جامد برضو بسبب الحالات النفسيه والاكتئاب النفسي كتير، والحاله اللي بعض الشباب موجود فيها من مثلا عدم بطاله، مثلا متضايق من مثلا ظروف معينه خارجه، وضغط العمل حاليا بقى زي زمان، ما في ضغوط عاليه جدا فيها، الضغط النفسي العوامل يعني النفسيه بتؤثر في هذه الجزئيه. طبعا لقينا في مشاكل عندنا في تصلب الشرايين وضعف وصول الدم للعضو الذكري، فده بيأثر الضعف طبعا جامد بسبب تصلب الشرايين، بيجي من ارتفاع الضغط، بيؤدي ارتفاع الضغط، وبيجي اصلا من اكلات دسمه كتيره والاكل اللي مش صحي الى حد ما، والبعد عن الاكل الصحي ده بيعمل تصلبات في الدهون. التدخين برضه طبعا من الحاجات المهمه جدا. يعني دايما نقول ايه، حاجتين مهمين قوي او ثلاث حاجات مهمه في الضعف الجنسي، التدخين والسكر والسمنه. نعم، التدخين والسكر والسمنه ريسك فاكتورز، يعني من اهم حاجه ريسك فاكتورز. فالتدخين من عوامل والمخدرات بصفه عامه، وانتشار برضه ترامادول الفتره الاخيره دي برضه بعض الناس للاسف، بيبقى كويس في الاول بس يبقى يؤدي الى ضعف بعد كده رهيب في كل حاجه. بيؤدي الى يعني نتائج كارثيه. كارثيه، هم بيقبلوا عليه اعتقادا منهم ان ده بيحسن في الاول، بس يحسن شويه بعد كده بقى يدمر خالص. بس التدخين بنعتبره نوع واحد، بس مش المفروض يعني ان دي يعني الترامادول دي ماده مخدره يعني بتخليه ان هو يغيب عن الوعي. بس هو بينبه العصب شويه، بينبه ويأخر العصب شويه، فعشان كده هو بيقبل على حلو في الاول مره في مره، زي الخضر زي المخدرات لازم يزود كل مره جرعه شويه عشان يتحسن، فمشكله بعد كده يجيب ما فيش مفعول خالص، يجيب نتائج عكسيه على طول. التدخين والشيشه برضه مشاكل جامده جدا، يعني عندنا حجر للشيشه لوحده ب 12 سيجاره، عندنا 12 سيجاره في مفعولها، فاللي بيشرب حجر في اليوم فاكر ما بيشربش سجاير، بيشرب كتير جدا، كان بيشرب 12 سيجاره في حجر واحد. فالسجاير والتدخين والشيشه من الحاجات برضه المؤذيه جدا، يمكن تسبق السكر كمان وتسبق السمنه المفرطه، ده كله بيؤدي طبعا الى ضعف جنسي. طبيعه الاكل والحاله النفسيه والمخدرات والسجاير وكده من الحاجات الشائعه جدا في اسباب الضعف الجنسي حاليا عند الشباب. يعني من اسباب الضعف الجنسي تناول الغذاء الغير صحي، الافراط في تناول الاكلات اللي تحتوي على مواد دسمه اللي بتؤدي الى تصلب في الشرايين، فبالتالي بتؤدي الى اعاقه وصول الدم. التدخين سواء كان سجاير او الشيشه في الشرايين كمان، التدخين اكيد. تناول المواد المخدره
يعني هي في البداية بتعطي حالة من الارتياح ومن النشوة ومن السعادة وإن يعني إن هو قادر، ولكن بتحدث انتكاسات وده في الآخر بيخلينا بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والمشاكل النفسية اللي بتحيط بأي شاب في الآخر بيوصلنا إلى حالات الطلاق وارتفاع معدل الطلاق. طيب نصيحة حضرتك هنا بقى يعني للزوج وللزوجة، يعني للشاب وللبرده للفتاة اللي لسه في بداية زواجهم وفي مشكلة معينة، وخاصة ان احنا مجتمع شرقي لو كانت في مشكلة لدى الزوجة او لدى الزوج بيبقى عندهم تخوف ان حد يعرف، عندهم مشكلة كبيرة جدا ان هم يلجأوا للدكتور مهند ويروحوا ويقولوا انا عندي مشكلة بعاني من كذا كذا كذا. لا دلوقتي اصبح دلوقتي الكشف عند الحالات اللي فيها ضعف جنسي او عقم كده يجب احنا نحط في دماغنا ده بقى مرض عادي، لازم نحط في دماغنا شيء طبيعي يروح للدكتور، ما يكسفش من حاجه من دي، الحاجات كلها بتعالج بالهدوء. وفي حاجه تانية اسمها الهانيمون امبوتنس اللي هو ضعف الجنس بتاع شهر العسل، دايما معظم الشباب في الاول بيبقى فيه رهبه والخوف وتعب مشاكل الزواج قبل الجواز مباشره، دي كلها عوامل ضغط نفسيه وجسمانيه على الشاب او الفتاه في الممارسه الجنسيه، فلازم يقعدوا شهر كده يريح خالص ويسترخوا وبالراحه شويه بشويه، كل حاجه بتيجي بالراحه بالهدوء. فدايما الشاب ما يجي لي في الاول اقول له اول حاجه خليك ريلاكس خالص، انسى مشاكل خالص، ما تجيبش سيره لاهلك ولا هي تجيب سيره اهلها اللي حصل بينكم، ده سر بينكم، اي حاجه هتحل لو الاهل عرفوا بيكبر الموضوع اكبر، يبقى في ضغط نفسي لازم يكون في ممارسه جنسيه عشان هم يهدوا، ده غلط. لازم الممارسه الجنسيه يحتاج الى حاجتين اتنين، راحه العقل والبال وخلو المعده من الاكل كتير، لو ما يكونش كتير قوي ويعمل مثلا استرخاء جنسي لازم يكون المعده فاضيه شويه وراحه العقل والبال، ودي مهمين جدا في الـ في الـ في الجنس خصوصا في اول الجواز بالذات، وخاصه ان كل العوامل ديت بتكون يعني في 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 بدايات الزواج موجوده نتيجه لاستعدادات الزواج وحفل الزواج وهكذا، وخاصه ان بعض يعني العرسان بينتموا الى اسر يعني من الريف فبيستعجلوا مثل هذا الامر يعني نتيجه لبعض العادات والتقاليد الباليه مع الاسف يعني. لكن زي ما سيادتك ذكرت دي اهم نصيحه، ان اي مشكله ما بين الزوج والزوجه يجب ان تحل بينهما في سر الكتمان، يعني الكتمان افضل شيء والسر في حد افضل شيء، لكن الافشاء هذه الاسرار بره بتعمل مشاكل جامده جدا وضغوط عليها، بشوف مشاكل جديده جدا بسبب الاهل بس مجرد ما ابعدهم بس شويه واقول لهم مثلا سافروا اقعدوا لوحدكم يتحسن كل حاجه تحسن بالظبط، يبتعدوا عن التوتر والمناخ السيء اللي هم عايشين فيه. من ضمن الحاجات برضو الكارثية ان لسه يعني يبقى الشاب والفتاة متزوجين ما مرش على يعني الزواج شهر او شهرين او يفكروا في الانجاب او في الانجاب الاسرة، يعني في قاعدة علمية عندنا يقول لك كده الانجاب لازم اصبر سنة بعد الجواز مش تفكر في الانجاب، يعني لازم سنة دي فرصة كاملة سنة، ممكن يحصل مشاكل بين زوج وزوجة، ممكن يحصل جماع في وقت ما فيش فيه تبويض عند المرأة بالزبط. ممكن واحد هو مجهد شوية ما عملش جماع مظبوط، فده كله بيدي فرصة للزوج وللزوجة ياخدوا فترتهم شوية، لأن علميا حتى في الكتب العلمية يقول لك ينتظر سنة عشان يفكر في أبحاث الخلفة والإنجاب، أكيد ما يستعجلش يعني. نعم طيب، يعني هو دايما في مقولة يعني الوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، في مجال تخصصكم يعني عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور مهند عبد الجواد في الجلدية والتناسلية والعقم وأمراض الذكورة، يعني ما النصيحة التي تنصح بها متابعيك اليوم؟ والله بالنسبة عندنا كأمراض جلدية وتناسلية أول حاجة نرجع للطبيعة، ارجع الطبيعة، هدوء البال، الاكل الصحي، البعد عن التلوث، ديت فعلا الوقايه يا سيادتك بتقولي كان مثل جميل جدا، الوقايه خير من العلاج، دي لوحدها بتحل مشاكل كتير جدا جدا معانا، يعني مثلا يجي لي مثلا شاب او شاب عندها حب شباب الاقي ان دلوقتي الابحاث العلميه دلوقتي بتقول ان اكثر من 50% من اسباب حب الشباب هو لخبطه الاكل، اكل المحفوظ والدسم والميه الغازيه كتيره والحلويات بكثره اكثر من اللازم، دي كلها لان لما بتحل هذه المشكله نص المشكله بتحل عندنا، فتبقى الوقايه هنا فعلا خير من العلاج، او لا اول حاجه 50% من العلاج بعيد عن الاكل كله، ده كله وبعدين بتبتدي عليك بقى عليك بعد كده عن طريق الفم وعن طريق الدهانات او كده،
الاكلات برضو اللي فيها اللي بتكون سبايسي يعني اللي سبايسي بتكون فيها شطه وبهارات كتير وفلفل وكده دي غلط بالنسبه للبشره وحب الشباب المفروض يبتعدوا عن مثل هذه الاكلات والحلويات كتيره والدسم والحلويات كتير والشوكولات والشوكولاته كتيره شوكولاته كتير قوي دي مشكله كبيره بنقابلها دايما بنات بيحبوا الشوكولاته دايما كتير صحيح مشكله هي فيها مصدر السعاده ايوه كده كل الستات المرات يعني حتى كلوب بمعدل باعتدال يعني كل حاجه باعتدال بتكون يعني جميله وبذل الطاقه والرياضه برضو ممارسه الرياضه جميله جدا بيزود الضعف الجنسي بالنسبه للعقم بالنسبه للبشره بالنسبه للشعر بالنسبه للتخسيس الرياضه فعلا من حاجات جميله جدا بنقول لهم دايما روحوا جيم اعملوا رياضه في البيت حتى بسيطه في البيت شويه ايروبكس حتى في لو المشي يعني حتى المشي لو المشي ابسط انواع الرياضه المشي كل يومين ثلاثه حتى تمشوا ساعه الا ربع نص ساعه كده بتجروا دوره دمويه شويه معاكم تمارين البطن خفيفه في البيت تعملوها يعني شويه ايروبكس خفيفه هذه كلها بتساعدنا جدا في علاج مشاكل كتيره جدا في الجلديه والتناسليه عندنا اكيد يمكن من يعني الجلد دايما دكتور مهند يعني هو مراه الانسان وهو مرآه الجسم هو انعكاس ما بداخل الانسان على وجهه يعني لو كانت المعده فيها بعض الاضطرابات او لديها بعض المشاكل الوجه بيكون غير نضر وبه صفره مش كده جميل قوي يعني عندنا في شابتر جامع عندنا في الكليه يقول لك علاج الجلد المرتبط بالامراض داخل الجسم المعده تعمل كذا الكبد يعمل كذا الكلى تعمل كذا المعده ما تعمل كذا هو كل البنكرياس يعمل هو كذا. اكبر اعضاء الجسم اكبر اعضاء الجسم يعني هو اكبر اعضاء الجسم مساحه علشان كده هو انعكاس يعني هو انعكاس لما بداخل الجسم عايزين نركز على الجزئيه ديت العالم المتميز الاستاذ الدكتور مهند عبد الجواد ابراهيم ولكن اسمح لنا نخرج فاصل ثم نعود ونتواصل معكم في هذه الجزئيه من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن حاجة طبعا ظريفة جدا ان الواحد يتعرف على علماء في مجاله وفي مجالات مختلفة كمان طبعا حاجة مشجعة من ناحية حاجة مشرفة حاجة تفرح يعني احنا بنشوف برامج عن لعيبة كورة والممثلين المشهورين اكيد هتبقى اجمل بكتير كمان لما نعرف حاجة في تخصصاتنا وهتبقى هتساعدنا هتدينا افكار صغيرة ممكن نبني على اساسها شغل بعد كده ان شاء الله زي اي فكرة زي رسائلنا مثلا زي ابحاثنا ممكن نطور حاجة اتعملت اوريدي نحب نشتغل فيها اكتر ان شاء الله العالم لو عمل بحث واحد فاد الدنيا كلها الناس هتفتكره طول عمرها فده هيبقى علامه بارزه ليه فده اللي كان نفسي ان دايما البرامج العلميه الهدف ان هي تسلط الضوء على البحث العلمي والانتاجات والمخرجات البحثيه بتاعته اللي هي تفيد البلد ذات نفسها. مصر عندها ذخيره كبيره جدا وفاعله وعلى مستوى عالي جدا من العلم والثقافه والاداء موجوده في مصر. علماء من بلدي ده مش خطر عن طريق علماء البلهارسيا والسيطرة عن طريق مرض البلهارسيا ممكن تحصل كارثة لمصر تبقى أشبه بكارثة الهكسوس في 200 مليون وكلهم في بلدان أفريقيا بنابع النيل حوالين المياه العذبة ده الجديد اللي عايزة أركز فيه ركزنا على وجود هذا الإنزيم وصفاته وتنبأنا به الجائزة دي فقط للنساء مش للرجال علماء من بلدي تخصصي في أمراض الدم كان من ضمن أمنياتي اللي ده تخصص جميل وتخصص بينقذ الأطفال اللي بيعانوا من أمراض الدم الرحلة جميلة بيتخللها حاجات كتير بالنسبة ليا وبالنسبة لمرضاي علماء من بلدي الوراثة البشرية طبعا هي يعني كل ما يتعلق باللي هو الدي ان ايه او الشريط الوراثي للبني ادم اللي هو جوه الخلية اللي هي خلية البني ادم وكل الحاجات اللي بتأثر فيه علماء من بلدي بنركز كل ابحاثنا على فيروس سي في مصر مدى انتشاره واسباب انتشاره المشاكل الاجتماعية المصاحبة له مدى تطور المرض كيفية علاجه حتى زراعة الكبد علماء من بلدي جميلة الشمس عندنا ومعظم البلاد الإسلامية في مناطق فيها شمس أيوة يعني مش هو البترول نفسه جه منين علشان كان عندهم شمس بالظبط هي الشمس عملت يعني شجر وفيجيتيشن والحاجات دي وبالوقت الشجر ده اندفن تحت الأرض وقعد مدة طويلة عمل زيت صحيح فهي الشمس برضك هي اللي عملت الزيت صحيح. صحيح
بناخد الشمس على طول، بلاش نعمل زيت ونستخدم الزيت، ناخد الشمس على طول نطلع كهرباء ان شاء الله. تعلمت كتير ما هي الوزارة وما هو مطلوب من وزارة البحث العلمي. اهتمامنا في كل حاجة في الدولة ممكن نلاقي ليها أبحاث علمية. اقتنعة تماما بأن هناك علماء لينا مخلصين للوطن و بيتمنوا انهم يعملوا حاجه مع علمائنا المصريين المتميزين. مهم جدا الدراسه في مجالات الصحه، مهم قوي نقول الخطه القادمه، التشريعات اللي اتعملت بخصوص البحث العلمي، وايه المشاريع اللي احنا بننوي ان نقوم بها كوزاره بحث علمي مثل تنميه سيناء والصناعه في مصر. اتمنى ان العام ده يبتدي بالعمل وتستمر رحلتنا معا، ننعم بنور العلم وبهجة المعرفة حتى يتحقق الأمل. الحلم في غد أفضل يستحقه كل إنسان يعيش على أرضنا الطيبة. علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة. كل هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في مجالات طبية وعلمية متميزة وساهموا من خلال أبحاثهم في الكثير من المجالات كانوا معنا في علماء من بلدي. وانضم أيضا إلينا عالم جديد في تخصص آخر وهو الأستاذ الدكتور مهند عبد الجواد. دكتور برجع مرة تانية مع حضرتك، وكنا قبل ما نخرج لهذا الفاصل بنتحدث على ان الجلد يعني عضو من اعضاء الجسد، اكبر عضو من اعضاء الجسد، وهو المرآة لما بداخل الانسان، يعني كل ما يعانيه الانسان سواء كان يعني حالة نفسية او حالة مرضية بينعكس على الجلد وعلى البشرة. نوضح هذه الجزئية للمشاهد. كلام سيادتك جميل قوي. الجلد مرآة الجسم باختصار. دايما الطبيب الجلدية المتميز ياخد باله دايما ان في امراض جلدية بنعرفها بنعرف عن طريقها مشكلة الجسم من داخل ايه. مثلا الصفرة في الكبد، مثلا التهاب الكبد الوبائي ايه اللي هو ايه مش سي، بيبقى في اصفرار في حدقة العين، في البيضة بيبقى مسفر شوية، بيبقى في اصفرار في الجلد شويه، شحوب في البشره، بيبقى في ساعات حكه وحساسيه في الجلد كله بطريقه معينه، هستيريه دي صبغه معينه بتزيد في الماده، بتزيد معينه في نتيجه انسداد القناه المرئيه في الكبد، بتؤدي الى هرش وحساسيه جامده في الجلد. فنعرف ساعات عن طريقه المريض ده مصاب بايه. الكلى مثلا، في بعض انواع امراض الكلى وفشل الكلوي ربنا يعافينا جميعا. نعم. بيبقى في امراض منها مرتبطه بالحساسيه معينه في الجلد. نعم. بيبقى الجلد له غامق شويه، لون معين كده في الجلد. بعض امراض في البنكرياس، في القلب، دي كلها ساعات بتضيف لنا بعض علامات معينه في الجلد بنبعت عن طريقها، نبعت المريض للمتخصص في هذا المجال. اكننا بنساعد المريض في العلاج. يعني زي مرضى السكر مثلا، برضه السكر يعني مثلا اللي في الجلد كتيره يعني من اكثرها شيوعا اللي هو زي حمونيل كده، الهربس الهربس بيزيد شويه طبعا، بيزيد قوي والمريض يعني يشعر باحتكاك شديد قوي، واي ملامسه ليه ممكن ان هو يصرخ. الاصابات الفيروسيه بتزيد في الامراض البكتيريه والفطريات بين الاصابع بيزيد مع بتوع السكر شويه، خصوصا في الاصابع القدمين. ده لازم هنا يتابع مع مريض جلديه بجانب ده بجلديه بقى مع مريض السكر، دكتور السكر يتابعه يظبط السكر الخاص بيه، هو بينظم. لكن مع طبيب عندك سكر يقول اقول روح للبطنه، فكده وفرت عليه. في ناس كتير مثلا انا شفتهم بالصدفه عندهم سكر، ما كانوش يعرفوا، بعتهم فعلا سكر وابتدوا يعالجوا. ساعدوني انا في العلاج في الجلديه، لان دايما لما السكر ينظبط يوز معانا في علاج كتير، في علاج الضعف الجنسي، في علاج الامراض الفطريات والفيروسيه، في علاج حساسيه الجلد، في علاج الفطريات بين الاصابع. في ساعات بتبقى حاجات كتير بتساعدنا في العلاج. فالسكر بتاع علاج السكر، طبيب السكر بيساعدني في العلاج، هو من ناحيه وانا من ناحيه، يبقى افضل. فدايما الطبيب بتاع الجلديه لازم يكون منتبه واخد باله من علامات الجلد شكلها، هل مرتبطه بمرض داخلي ولا لا. هتفرق في العلاج كتير قوي معانا.
الضعف الجنسي زي ما قلنا مرتبط بالتغذية السليمة ومرتبط بالسمنة ومرتبط بتصلب الشرايين ومرتبط بمرض السكر، مرتبط بالضغط، مرتبط بالتدخين، مرتبط بتناول الكحوليات والأقراص المخدرة. يعني كل ده بيؤدي إلى هذه الأسباب. لو زالت هذه الأسباب يعني بيكون في نتيجة أفضل. لكن في بعض أمراض يعني بيعاني منها الشخص لو كانت يعني مزمنة زي مثلا السكر، ما بيكونش فيه تحسن في الحالة الجنسية يعني مع الزوجة أو لا؟ بيبقى في تحسن طبعا، بس بياخد لازم طبعا نسبة السكر كويس قوي عند دكتور السكر، وإحنا بيديله حاجات تناسب مرض السكر عنده. بيبقى في تحسن طبعا كويس جدا، طبعا مش هيبقى مش 100%، ولكن بتحسن بطريقة كبيرة جدا. بيبقى حتى هو مبسوط من ناحية إنه حس في تحسن كان منخفض جدا عنده. بعض الهرمونات في الجسم مثلا زي مثلا هرمون اللبن في الرجل لما يزيد شويه في الرجل بيعمل ضعف جنسي، عند المراه بيأخر الانجاب، بيعمل مشاكل في المبيض عندها ومنع المبيض من تكون مبيضات. في الرجل لما يزيد عند الرجل بيعمل ضعف جنسي وضعف في الشهوه نفسها والرغبه الجنسيه. انا جالي كذا حاله مجرد بس ما اديناها علاج الهرمون اللي هو البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن ده، بس من ثاني اسبوع ولا كان في حاجه. ده الهرمون الانثوي يعني ذات عند الرجل. الهرمون الحالي بيبقى عند الرجل ساعات بيبقى عند الرجل بنسبه جدا بسيطه. لما يزيد عنده بيعمل مشاكل، يؤدي الى مشاكل زي لو زاد هرمون الذكوره عند الانثى يعني برضه بيعمل شعر مشاكل مثلا شعر في المستاج او في الهنا او في اللحيه او يزود حب الشباب عند البنات الصغيره. ممكن صوتها يخشن شويه وشعر الراس بتاع الراس ويزيد شعر الوجه العكس على طول يحصل. التساقط الشعر دلوقتي بقى يتغلب عليه من خلال الخلايا الجذعيه. والعلاج بالميسو ثيرابي برضه. يعني دلوقتي بنعمل احدث الطرق. نعمل حاجه اسمها كمان حاجه اسمها بروتين خلايا جذعيه، بقت احدث دلوقتي من الخلايا الجذعيه، ودي الحاجه الوحيده اللي ابروفد من الاف دي الامريكيه، بقت حاجه حيسه جدا بنستعملها، بنحينها بالتناوب مع الميزو ثيرابي بالتبادل، مره دي ومره من دي. بنتيجة كويسة جدا معانا. الفيتامين سي عبارة عن فيتامينز وحاجات بتنشط الأوعية الدموية والدورة الدموية في الرأس عشان تغذي جدر الشعراية، زائد العلاج بالخلايا الجذعية. ملهاش أثار جانبية أيضا. طبيعية خالص، ملهاش خالص منها. والخلايا الجذعية اللي هي بروتين الخلايا الجذعية الجديدة اللي بينبه. الخلايا الجذعية معناها الخلايا الجنينية اللي بتطلع أي خلايا في الجسم. بصيلة الشعر لها خلايا جذعية، خلايا الكولاجين لها خلايا جذعية، القلب له خلايا جذعية، المعدة لها خلايا جذعية. ففي خلايا جذعية خاصة بصيلة الشعر وخلايا جذعية خاصة بالبشرة عشان واثبتت كمان الابحاث بان النتائج يعني جميله جدا جيده جدا وفي تحسن للمرضى. كل يعني هذه الاشياء دكتور مهند تخلينا نقول انه لابد ان تكون هناك ثقافه لدى الانسان بالنسبه للامراض الجلديه. كيف ننمي مثل هذه الثقافه الطبيه او الثقافه الجلديه؟ أولا طبعا يعني في برضه دور كبير على الاعلام. انا من مصر عندنا الحمد لله يعني في برامج تبقى كتير عندنا في الاعلام المصري معظمه تنبيه الناس ان دايما ما يلجاش الى الشعوذه والى العلاج بالاعشاب كده من عند نفسه او بعض الناس اللي هو مش مظبوطين يعني، ويتجه لدكتور متخصص في حاجه من دي. تاني حاجه يحاول دايما يقرا الحاجات اللي هي او يسمع البرامج العلميه اللي هي بتحفز على المعنى العلمي في علاج اي مرض، لازم يكون عنده اساس علمي. ما فيش حاجه بتحسن من غير علم، لازم يعرف كده. حتى لو علم بسيط ساعات بيبقى في واحد بسيط بس عنده معلومه بتفيد في علاج مرض معين. نعم. فدايما الاتجاه دايما للكلمه العلميه، للكتاب العلمي، للبرنامج العلمي. يمكن ده يعني من اهم الملاحظات على ابحاثكم العلميه، يعني انكم تستخدمون المنهج العلمي في العلاج وفي في العلاج في الطب وفي البحث العلمي. بصفه عامه. وده الناس تعرف البحث العلمي دوت هو اساس كل شيء. اليابان والامريكا ودي كلها كل ما تقدم شيء الا بالبحث العلمي. اليابان دلوقتي 50% من ميزانيه الدوله على البحث العلمي بس والتعليم في اليابان، وال 50% بقى على بقيه مجالات البلد كلها. نعم. فالعلم اساس كل شيء يعني. العالم المتميز الاستاذ الدكتور مهند عبد الجواد استشاري الامراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره والعقم واستشاري العلاج بالليزر وتجميل البشرة وخبير علاج السمنة والنحافة والعلاج بالميزو ثيرابي. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، سعداء بوجود باحث متميز في هذا المجال يعني مثلكم، ومتخصص ايضا في العلاج بالميزو ثيرابي، وهو يعني يمكن تخصص نادر او من يتقنه
قلائل. يعني الى حد ما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بتمنى مزيد من النجاحات والتوفيق في مجالكم العلمي. شكرا يا فندم. شكرا دكتور. شكرا كل مشاهدينا ومتابعينا. ان شاء الله بنلقاكم في الاسبوع المقبل مع عالم جديد ينضم الى منظومه علماء من بلدي. الى ان يتجدد بنا اللقاء لكم كل الشكر والتقدير مني ومن مخرجة ومعدة البرنامج عبير الحلب. لو مهما قالوا للطويل ما فيش في وقت الجد نوم خلي بكرة أحلى يوم حتى الغيوم خلي بكرة أحلى يوم الشمس بتطلع كل يوم قادرين نخلي الضلمة نور ونعدي من فوق أعلى سور كل التروس لازم تدور مفيش في وقت الجد نوم خلي بكرة أحلى يوم بإيديك حبيب حتى الغيوم خلي بكرة أحلى يوم دي الشمس بتطلع كل يوم خلي بكرة أحلى يوم بإيديك حبيب حتى الغيوم خلي بكرة أحلى يوم دي الشمس بتطلع كل يوم النهاردة مفيش سكات وبكرة أحلى من اللي فات الحب يعمل معجزات